المرابحة البسيطة، وهي قيمة ربحية تكون على رأس المال بمرور الأعوام بنسبة معينة أو معلومة. طبعا من الممكن أن تكون أرباح أو قروض. وقانون المرابحة البسيطة I يساوي، وهو الربح، P رأس المال، R النسبة المئوية ضرب T، والT الزمن، وبشرط أن يكون بالسنوات. في هذا السؤال أو في هذا الدرس لدينا 3 أمثلة. في البداية أحسب المرابحة مثلا ل 2000 درهم بمدة 6 أعوام بنسبة 20%. باستخدام القانون البي هي رأس المال لدينا وهو 2000 درهم، النسبة المئوية 20%، والسنين 6 سنوات. إذن اي قيمة الربح ستكون 2000 ضرب 20% ضرب 6، ونقوم بحسابها. الفكرة الثانية في هذا الدرس، أيضا سيكون لدينا رأس مال بي، سيكون لدينا نسبة مئوية، لكن هنا الزمن سيكون لدينا بالشهور ليس الأعوام، والقانون شرط أن يكون الزمن بالأعوام. كيف سأقوم بحل هذه المشكلة؟ ال6 شهور تمثل بالنسبة إلى الأعوام نصف السنة. ال6 شهور نعلم أنها نصف السنة، لكن لأبسط هذه الأفكار، لدي 6 شهور فأكتبها مباشرة 6 على 12، لأن السنة بها 12 عام، فهذه ال6 شهور تمثل 6 أجزاء من أصل 12. فمثلا لو كان لدي 5 شهور سنكتبها 5 على 12، لو كان لدي 1 شهر عفوا سيكون 1 على 12، 8 شهور أيضا سنكتبها 8 على 12. فأنا في هذا السؤال كان لدي 6 شهور، فأكتب الأعوام أو التي 6 على 12 وأقوم بالحساب. أما السؤال الأخير، أوجد المعدل، يريد منا إيجاد النسبة المئوية لمبلغ 3000 درهم أعطانا رأس المال. إذا علمت أنه سيربح 200 درهم بعد عامان، إذا لدي قيمة الربح I، ولدي المبلغ الأساسي B، ولدي أيضا الأعوام، من هو المجهول؟ R. إذا سأكتب المسألة، الـ I هي 200 يساوي الـ B 3000 ضرب R مجهول الأعوام T. الآن سأقوم بضرب الاثنان في 3 فيساوي 6000 R، وأكمل حل هذه المعادلة، معادلة ضرب. ننتقل للمسائل في الكتاب. يضع أحمد مبلغ 1560 درهم في حساب توفير، ستكون المرابحة نسبتها 2.5%. ما المبلغ الذي سيحققه بعد 3 أعوام؟ إذا هنا لدينا B المبلغ الأساسي، لدي T العام أو السنوات، و R النسبة المئوية. تعويض مباشر، 1560 ضرب النسبة المئوية هي 2.5%، الزمن بالسنوات هو 3. إذا سأقوم بحساب هذه المسألة، 1560 في 2.5% في 3 فيساوي المبلغ 117 درهم بعد 3 سنوات. السؤال الثاني بنفس الفكرة، يستثمر محمد 760 درهم، إذا بدأ ب760 فهو رأس المال، نسبة الربح ستكون 4%. ما هو المبلغ بعد 5 أعوام؟ الزمن 5، باستخدام الآلة الحاسبة 7600 في 4%، من الممكن أن أكتب 4% كعدد عشري أو نسبة مئوية، وضرب 5 لأن الزمن 5 سنوات. إذا الإجابة هي 152 درهم. في هذا السؤال، اقترضت السيدة هاني 1400 درهم، إذا هي بدأت باقتراض 1400 درهم، هنا لن يكون استثمار، هنا اقتراض، والاقتراض عليه مرابحة فوائد بمرور الزمن. ستكون نسبة هذه المرابحة أو الفوائد هي 5.5%. كم ستبلغ المرابحة البسيطة إذا استغرقت 8 شهور؟ لاحظوا هنا الزمن بالشهور ليس بالأعوام. باستخدام نفس القانون، 1400 في النسبة المئوية 5.5%، لكن لدي أنا شهر فسأكتب 8 على 12، إن كانت لدي شهور أكتب المقام 12. مرة أخرى باستخدام الآلة الحاسبة لتبسيط هذه المسألة، فستكون قيمة المرابحة التي ستدفعها على 1400 درهم هي 51 درهم. بعد 8 شهور ستدفع 51 درهم على هذا القرض الذي أخذته. أما في السؤال دي، دفع مدير مكتب مبلغ 425 درهم مقابل لوازم مكتبية ببطاقة ائتمان. لاحظوا معي في هذا السؤال، أعطانا معدل المرابحة 9.9، لأن هذه المبالغ الائتمانية مثل الديون، كلما يمر عليها الزمن ستكون عليها الفوائد أو المرابحة نسميها. إذن يريد ما هو المبلغ الذي سيدين به بعد شهر واحد. إذن هنا الزمن لاحظوا معي بالشهر وهو شهر واحد، فسيكون 1 على 12، لكن يريد أن يعلم المبلغ الإجمالي، طبعا هو لم يسدد أي مبلغ.
إذا المبلغ الأساسي كان 425، النسبة المرابحة 9.9%، والزمن هنا بالأعوام 1/12، لأنه كان بالشهر، كتبنا المقام 1/12. فستكون الإجابة أو قيمة المرابحة أو الفائدة التي سيدفعه على هذا القرض هي تقريبا 3.5 درهم، لكن المبلغ الإجمالي الذي سيكون مدين له به لشركة الائتمان سيكون المبلغ الأساسي 425 وضف عليه نسبة المرابحة 3.5. هنا عائلة مجدي طلبت تمويل أو قرض لشراء كمبيوتر بسعر 1200، إذن المبلغ الأساسي 1200، معدل المرابحة سيكون 10%. كم ستكون العائلة مدينة أو كم سيكون ديون العائلة بعد شهر واحد؟ لأنه الشهر كتبنا 1/12، لو بالسنوات نكتب الرقم كما هو. إذن عندما قمنا باستخدام القانون I يساوي B ضرب R ضرب T فسيكون المبلغ 19 درهم، لكن هذه 19 درهم سنضيفها لل 1200، فسيكون الدين العام لهذه العائلة هو 1219 درهم. السؤال الثاني: تلقت أسماء قرضا من البنك بمبلغ 4500 درهم، وهي تنوي سداد هذا المبلغ بعد 4 سنوات، وفي نهاية هذه الأربع سنوات ستكون دفعت فوائد أو أرباح بقيمة 900 درهم. الآن لو نلاحظ أن هنا المجهول هو هي النسبة المئوية، النسبة المئوية غير معلومة لدي. الآي هي قيمة الربح أو الفوائد 900، المبلغ الأساسي بي كان 4500، الآر كما هي تنزل، الزمن هو 4 سنوات. نعيد الكتابة، 900 نكتب يساوي 4500، نقوم بضربها مع الأربعة لتبسيط الجهة اليمنى فستكون 18000 R. هذه معادلة، المجهول هو R، نقسم على المعامل 18000، 18000 مع المقام نختصرها، يبقى لدي في اليمين R. أما في اليسار فقط أقوم بحساب البسط والمقام 900 على 18000، فستكون الإجابة هنا 5%، 0.05. لكن هنا من الأفضل أن نكتب R كنسبة مئوية، إذا فقط حرك الفاصلة منزلتان إلى اليمين، فالنسبة المئوية هي 5%. هنا أحسب المرابحة البسيطة في السؤال الأول والثاني والثالث والرابع، سنستخدم نفس القانون I يساوي B R T، المبلغ الأساسي، النسبة المئوية، T الزمن بالأعوام، إن كانت لدي أعوام كما السؤال الأول نكتبه كما هو عامان أي 2، لكن إن كان لدي شهور نضع المقام 12. إذن في السؤال الأول 640، المبلغ الأساسي، الآر هي 3% ضرب 2، فستكون قيمة الربح بعد عامان 38.4. في السؤال الثاني أيضا بنفس الطريقة، تعويض مباشر 1500 في النسبة المئوية هي 4.25% ضرب عدد السنوات وهي 4 سنوات، فسيكون 255. هنا بهذا السؤال لاحظوا معي، هنا الزمن 3.5، 3.5 اكتبها كما شئت، إما 3.5 أو 3.6/12، لأن 6/12 هي 6 شهور وهي نصف العام. فإذا المبلغ الأساسي هو 4500، النسبة المئوية 9%، وكما ذكرت 3.5 اكتبها بالطريقة التي ترغب، فهي 3.5 أسهل طريقة 3.5. فإذا ستكون المرابحة البسيطة بعد 3.5 1417 درهم. هذا السؤال الرابع، تعويض مباشر، لكن لاحظوا معي لدي أشهر، 6 شهور، 6 شهور بالنسبة للأعوام هي نفسها نصف العام أي 1/2 أو 0.5 أو كما تعلمنا 6/12. من الأفضل دائما أكتب الشهر كما هو على المقام 12. ولاحظوا أنا أقوم بالتعويض بالمعادلة، معادلة المرابحة البسيطة، I تساوي قيمة الربح P ضرب R ضرب T، رأس المال في النسبة المئوية في T. هذه مرابحة بسيطة، في المراحل المتقدمة سنأخذ مرابحة مركبة، لكن دعوها لوقتها. الآن في هذا السؤال سحب زيد 75 درهم، معدل المرابحة النسبة المئوية 12.5%، الR دائما هي نسبة مئوية، ابحث عن النسبة المئوية، الزمن هنا شهر واحد ليس عام، شهر، فيكون المقام 12، بالضرب المباشر سيكون 0.78. لكن أنا أريد، لأن هذا قرض، أن أعلم كم القرض الإجمالي سيكون لديه أو الدين الإجمالي، فسأجمع المبلغ الأساسي الذي بدأ به 75 مع هذا المبلغ 0.78،
فسيكون لدي 75.78 درهم بعد شهر واحد. في السؤال الأخير، تلقت إيمان قرض بمبلغ 3000 درهم، ستقوم بسداد المبلغ بعد عامين، لكن بعد عامين ستكون دفعت أرباح 450 درهم. كم النسبة المئوية؟ لاحظوا معي، 3000 هي البي، العوام العامان هي تي، وهذا 450 هي اي. إذا أقوم بالتعويض، الاي 450، البي 3000. سأقوم بالتبديل بين ار وتي، عملية الضرب عملية تبديلية، التي عامان اثنان والار مجهولة. إذا 450 تساوي 6000 ار، وهذه معادلة الضرب، نحلها بالقسم على المعامل العدد بجانب المجهول على 6000. 6000 مع 6000 يبقى في جهة اليمين ار، أما في جهة اليسار فقط عليك أن تقوم بحساب 450 على 6000، فستكون الإجابة هي النسبة المئوية، وهنا 0.75 من 1000. هذا عدد عشري، اكتبه كنسبة مئوية بتحريك الفاصلة منزلتان إلى اليمين.